اسمي نغم النجار، مهندسة مدنية معمارية. عملت كمحاضرة في المحاضرة خارجية في الجامعات العراقية في بغداد لسنوات طويلة. انتقلت بعدها للعيش خارج العراق. استقريت مؤخرا في إنجلترا قبل سنوات. أسست شركة للتجهيزات الغذائية. نشأت في بيت يحب الطبخ، كان حتى عندنا طباخ في البيت، وتعلمت من ذول الطباخين كانوا يجون هواي البيت، تعلمت أصول الطبخ العراقي. والدتي أيضا الله يرحمها كانت طباخة ماهرة جدا، تعلمت من عندها الأصل الطبخ العراقي. كتاب اللي هو الكتاب الطبخ العراقي اللي كان إلهام لكافة العوائل العراقية في ذاك الوقت، هو كتاب الطبخ العراقي للسيدة نزيهة أديب الله يرحمها. تأثرت جدا بهذا الكتاب وحبيت أن أسوي كتاب وأجمع كل الوصفات اللي أعرفها في كتاب واحد يعبر عن شغفي وحبي وولعي في الطبخ. والكتاب لاقى استحسان ورضى كل اللي اشتراه، يجمع وصفات عراقية عربية شرقية وكذلك عالمية. أسعى حاليا لإصدار الجزء الثاني من الكتاب، وكذلك أسعى لترجمة الكتاب إلى اللغة الإنجليزية. أتمنى هذا الكتاب أن يكون مرجع أساسي بعد كتاب السيدة نزيهة أديب في الطبخ العراقي، خصوصاً للبنات المبتدئات والمتزوجات حديثاً اللي أكيد يحتاجون هذا الكتاب.